السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانيين؟ كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده. مرحبا بكم معايا البنات في وصفه جديده. لي الوصفه جديده، الوصفه ديال اليوم البنات غندير معكم لي ماكارون. وصفه هاد لي ماكارون راهم معروفين معروفين بزاف وداروا الضجه دو بارتو. هاد الماكارون البنات غادي نعطيكم لا روسيت ان شاء الله، لي زانغريديون بيتو. البنات هنا عندي 150 غرام ديال سكر سنيدة، حبيبات هانتوما السكر سنيدة. عندي هنا 150 غرام ديال سكر غلاس اللي خلطت مع 150 غرام دو بودغ داموند. هانتوما البنات راه مازال ما خلطش، غير باش نوريكم. عندي 150 غرام دو سكر غلاس، 150 غرام دو بودغ داموند، اي 150 غرام ديال سكر سنيدة، 150 150 150 غرام شاك فوا. وعندي هنا 114 114 غرام دو بلون تاع البيض ديال البيضه البنات، اللي عطاتني ان بو بري اربعه البيضات ان بو بري. تسيباريو الصفر على الابيض وتخليو الابيض، اللي درت في اون بانسي سال في الابيض. هادشي اللي كاين، ونبداو الطريقه على بركه الله. بسم الله البنات، هنا غادي ندير بيض البيض اللي غنخدمو بالبيتخان. البنات من بعد ما تموس عليا البيض كيوليكم ينموس، غادي نبدا نزيد في السكر شويه بشويه. كما كتشوفوا معايا البنات كنزيد شويه بشويه السكر والبيتخان كيخدم ما كنحبسوش. البنات دابا لا فيتاس طلعتها شي شويه اسيس. البنات ها البلونيج طلع معايا، صايي هانتوما كما كتشوفوا كيكون على هذا القوام هذا. كيخصو البنات يكون شاد راسو. هانتوما كما كتشوفوا كيكون على هذا القوام هذا. دابا البنات غادي نجي نخلط. وهنا البنات عندي الكولورون ديال كولورون اليمونتير، اختاريت اللون الاحمر، نتوما تختاروا اللون اللي بغيتو. غادي ندير منه واحد نص معلقه. هانتوما كما كتشوفوا معايا البنات خديت شويه وفادير نص معلقه ما عامراش، نتوما على حسب اللون اللي بغيتو. الا بغيتو فونسي ولا بغيتو اقل نتوما تختاروا اللون ديالكم. وغادي نخلط هذا الخليط مع السكر كلاصي ومع لي زاموند. اللوز بودر البنات، اللوز البنات واخا شريتو انا بودر زدت عاوتاني طحنتو، كيخصو يكون عندنا رطب 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 ورقيق البنات، وغربلتو هو السكر كلاصي البنات. هاد لي زيتاب ما وريتهمش ليكم حيت باش ما يجينيش لا فيديو طويل. طحنوا زيدوا طحنوا لا بودغ داموند وغربلوها هي السكر كلاصي، ومن بعد خلطوا لا كولور اللي بغيتو. ودابا البنات غادي نجيب هذاك الخليط ديال البلونيج اللي طلعت، وغادي ندير نص ديال الخليط ديال اللوز والسكر كلاصي بهذا الشكل هذا. وغادي نخلطو. وغادي نزيد النص الثاني البنات. اللي غادي نخلطو في البيتخان غادي نخلطو البنات بلا فاي. هادي البنات كما كتشوفوا معايا انا زدت واحد شويه ديال الكولورون باسكو ما عطانيش هذاك الحموريه اللي كنت منتظره، يعني تقدروا تزيدوا باش نتوما اللي غادي تجيريو اللون اللي بغيتو الاحمر تزيدوا بزاف ولا اقل ولا كيف ما بغيتو. ودابا غادي ندير لو بيتخان يتخدم ليا لمده دقيقه.
وما ديروش البنات البيتخان يتخلط بزاف، ديروا النمرة واحد وتخليوه يتخلط غير بشوية عليه غير بالسياسة. البنات خليتو لمدة دقيقة غير دقيقة، ما تفوتوهاش لا فيتاس اون باش ما يتخسرش معنا الماكارون. وهانتوما البنات كيكون على هاد القوام هكا، كيكون هانتوما البنات ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بزاف، كيكون على هاد القوام هذا. صافي دابا ها الماكارون ديالنا تقريبا وجد، غادي نوجدو في لابوش وغنرجع معكم ان شاء الله. البنات انا جبت لابوش ديالي جوطابل ديال البلاستيك البنات، درت فيه كيما نقولوا حنا بالعربيه البوق ديال الماكارون كيما كتشوفوا معايا، دخلتهم لداخل. غادي ناخذ الكاس هكا، يكون عندكم شي كاس طويل باش ما تمحنوش فاش تكونوا تعمروا لابوش. صافي وغادي ندخلو غنلبسو بحال هكا باش نعمرو بالخليط اللي درت ديال الماكارون. البنات وجدت البلاطو ديالي اللي غادي يدخل الفران، وسخنت الفران على 150 درجة الحرارة. شريت البنات هادي ديال لي ماكارون سبيسيال ماكارون، راها موجودة دابا دو باغتو، تقدروا تلقاوها في امازون، تلقاوها في لي سيت، كاينين لي ماغازان وسي اللي كيبيعوهم، راه موجودين. دابا وجدتهم باش غادي نبدا نحط الماكارون ديالي. البنات هانتوما كما كتشوفوا معايا ساليت البلاطو الاول، غادي نضربوهم غير واحد شويه باش ياخذوا لا فورم ديالهم، ولا كان فيهم شي هوا يتحيد غير بشويه. البنات ها لي ماكارون ديالنا طابو، خليتهم 8 دقائق الاولى، وفاش فاتت ليا 8 دقائق البنات بالحساب فريمون بالحساب 8 دقائق ما فيها ني بلوس ني موان، حليت الفران خرجت لي هذيك السخونيه، وعاود قلبت البلاطو ديالي بهذه الطريقه وخليتو عاوتاني 8 ديال الدقائق البنات. صافي وفاش تفوت 8 دقائق الاولى و 8 دقائق الثانيه حبسوا حيدوهم من الفران البنات. هانتوما كما كتشوفوا معايا، هانتوما شوفوا كيفاش جاوا. هانتوما البنات شوفوا كيجيو رائعين غزالين. دابا غادي ندير ان غاناش شوكولا باش نعمرهم. لا غاناش شوكولا البنات ما غنصورهاش معكم لانني ديجا حطيت الوصفه في القناه، غادي نحط لكم لو ليان في صندوق الوصف ان شاء الله ونرجع معكم. وهانتوما البنات البارح فاش طيبت لي ماكارون درتهم دون زان تي بيغوار هكا، غارديتهم كيتغاردو مزيان ما تخافوش منهم. صافي البنات ودابا غادي نوجدهم باش غادي ندير لهم لا غاناش من الوسط. هانتوما البنات دابا وجدت غير شي شويه باش نوريكم. غادي ناخذ الماكارون غادي نعمر هكا الوسط، غادي ناخذ الاخرى وغادي نحطها تو سامبلومون البنات هكا بهذه الطريقه هذه. طريقه سهله ومبسطه البنات، انا غادي نكمل على هالطريقه هذه ونرجع معكم في صحن التقديم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي ماكارون البنات اللي وجدت معكم اليوم، كيجي الصراحه رائع خفيف البنات. غير تبعوا المراحل اللي عطيتكم واكيد غادي يصدق معكم. كما قلت لكم هانتوما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا، درت له لا غاناش وشوكولا، وانتم تقدروا ديروا اللي بغيتوا لا كولور اللي بغيتوا، غوز ولا كاين شوكولا ولا كاين بو بيستاش ولا كاين انواع واشكال وليغو مختلفه، ولكم الاختيار البنات. عمرتوا بالغاناش وشوكولا راه باقا شويه باقا ما نشفاتش ليا، يلا عمرتوا كي خصها شويه تنشف نديرو في الثلاجه، وتقدروا تحتفظوا به في الثلاجه ما كاين حتى مشكل، 5 ايام حتى لان سومان في الثلاجه سون بروبليم البنات. وهذا الشيء اللي كاين، وانا تعمدت ندير واحدين صغار وواحدين كبار حيت عندي واحد الكاطو خصني ندير له لا ديكوراسيون، ودرت شي كبير شي صغير كما كتشوفوا معايا باغ اكزومبل بحال هذه. هانتوما البنات ها هي هذه كبيره،
فوالا هذه صغيره اللي هزيت معاكم في الاول، تعمدت البنات نديرو باش غادي ندير فيه وندير بيه واحد لا ديكوراسيون ديال لايغ كاك. هادشي اللي كاين البنات، وكنشكركم بزاف على المتابعه، وكنقول لكم شكرا بزاف 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 على لي كومونتير زوين اللي كتخليو ليا، والناس الجداد اللي دخلوا عندي للقناه كنقول لكم مرحبا بكم، وكنشكركم كلكم بزاف، وكنقول لكم الى وصفه قادمه. السلام عليكم.